بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها وبكل قوة ضد الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول فقرة معانا، خدعوك فقالوا السيد جدو انا جيزوالدو فيريرا. جيزوالدو فيريرا لما الزمالك كسب الدوري، وكلكم عارفين الزمالك كسب الدوري ازاي، ما احناش في وقت يعني نقعد نعيد ونزيد ونقول الزمالك كسب الدوري ازاي. وبالرغم من هذا خرج علينا سكريبت متوزع على كل البرامج الرياضيه والمواقع والصفحات ان ازاي مصر مش عارفه تستفيد من العبقريه الفذه والجهبذه اللي موجوده عند جيزوالدو فيريرا، وان فيريرا يا جماعه لازم تستفيدوا منه ولازم المدربين، ومش عيب وبلاش تكبر او كبرياء انك تتغر وتقول ازاي اتعلم من فيريرا. لا، لازم كلنا نروح لفيريرا ونقف بالطابور وكل واحد يستنى دوره عشان يتعلم من عبقريه فيريرا. فيريرا امبارح لعب بالناشئين والشباب ولاعبين من الفريق الاول. فيريرا اتحط عليه، بمعنى كلمة اتحط عليه، من فرقة هبطت، من فرقة هبطت. ده معناه ايه؟ ده معناه انك يا اهلاوي ارفع راسك فوق يا حبيبي. معناه ان النادي الاهلي اللي بيكمل ربع الدوري بلاعبين شباب وناشئين واحتياط، وبالرغم من كده بينهي الدوري اقوى هجوم اقوى دفاع في المسابقة، لكن ما كانش عنده اقوى لاعب، اهم لاعب اللي هو الاحتواء. جيزوالدو فيريرا امبارح في المؤتمر الصحفي لمباراة إسترن كامباني طلع يشتغل شغل كيد النساء، ودي حاجة حلوة جدا وانا مبسوط جدا. الراجل ده طول ما هو مركز في فرقته بس بيشتغل، زي ما كان بيعمل باتشيكو او كارتيرون، طول ما انت مركز في فرقتك بس هتشتغل وهتطلع احسن ما لديك. لكن طول ما انت مركز مع المنافس، وانك تطلع في المؤتمر الصحفي تعمل اسقاط على النادي الاهلي او تلسين او تلقيح على النادي الاهلي، فاعرف ان انت بدأت تخش مرحلة النهاية بالنسبة لك. فيريرا امبارح في المؤتمر الصحفي عزيزي الاهلاوي المحترم قال لك الزمالك بطل الدوري، ازاي يلعب من دور التمهيدي وفي اندية تانية، واخد بالك، اندية تانية هتلعب من دور ال 32 بالرغم ان هم ما خدوش البطولة. طبعا هو هنا قصده على مين يا اخوالنا؟ قصده على النادي الاهلي. كعادة الزملكاوية هو ما يعرفش يعيش الا لما يركز ويشغل نفسه بالنادي الاهلي. اشمعنى؟ حتى الراجل البرتغالي قال لك اشمعنى؟ اشمعنى الاهلي بيلعب في دور ال 32 واشمعنى انا بطل الدوري العب من دور ال 64؟ بصراحة كده يعني انا مش فاهم انتوا بتحطوا المعايير بتاعتكوا ازاي؟ البروف مستغرب عن فريقه بيلعب ليه في الدور التمهيدي، وبيقول ان دي مجازفة ممكن تتسبب في خروج الفريق من البطولة، لانك هتلعب تمهيدي واخر بطولة يعني انا البطل. انا لا، تعال تعال تعال، انت مش فاهم حاجة اصلا، شكلك كده او شكلك تقلت في العيار بتاع لا تعال تعال اقول تعال اقول لك يا بروفيسير. بص يا جدو، انا المشاركة في البطولات الافريقية سواء كان في الادوار التمهيدية او في الادوار التانية، في الادوار التمهيدية اللي هي دور 32 اللي بيحددوا يا حبيبي يا جدو المشاركات في الخمس سنين السابقة. اخر خمس سنين انت كنت بتعمل ايه؟ فلو انت مش عارف تعال اعرفك. اخر خمس سنين يا جدو، السنة اللي فاتت الزمالك لعب في حاجة اسمها دور المجموعات. دول المجموعات ده ست ماتشات، الزمالك معرفش يكسب ماتش واحد. الزمالك طلع تالت المجموعة. كان قريب وقاب قوسين أو أدنى إنه يبقى حصالة، بس ما طلعش حصالة، الحمد لله. طلع مركز تالت.
السنه اللي قبلها جده كان نفس الموضوع، كان مع فريق رخم كده اسمه الترجي، خدوا رايح جاي، واخد بالك زي ما الوداد خدوا رايح جاي، وطلع برضو تالت وكان قاب قوسين او ادنى انه يطلع حصاره. السنه اللي قبلها كانت القضيه ممكن، وخد القضيه في الحته الفاضيه وكسب. السنتين اللي قبلها برضو كان ادوار مجموعات. فيا جدو انا تصنيف الزمالك اخر خمس سنين هو في المركز السابع افريقيا، في المركز يا اخوالنا السابع، فمالكش تفتح بقك في الحته دي. وبعدين يا جدو انا مجازفه ايه؟ ده انت تلعب دور ال 64 قدام مركز شباب، امال بقى لما تخش في ال 32 ودور المجموعات ده انت لسه قدامك ميغا، ده انت لسه قدامك يا بروفيسور مشوار طويل قوي. انت ما تعرفش عبد الصمد وليتا ديتشا وبني عبيد والفرقه دي كانت بتعمل ايه؟ لا انت لسه انت في قعر المخلل. جيزوالدو فيريرا قال جمله امبارح تكشف لك الاكاذيب في الاعلام الابيض. قال لك في مصر اللاعبين الشباب، اللعيبه يبقى عندها 23 سنه ويقولوا عليها شباب. في اوروبا والدول المتقدمه والدوريات المحترمه اللعيب بيبقى عنده 17 سنه بيتقال عليه شاب، مش 23 سنه. وده يعني ردا على اللي كان بيحصل طول ما الزمالك عمال يكسب، يقول لك الزمالك كسب الدوري بالشباب. شباب ايه يا ابني؟ الشباب شباب القلب. شباب ايه يا حبيبي؟ شباب ايه وانت لعبتك 23 سنه و24 سنه، اصغر واحد 22 سنه، فين الشباب؟ فين الشباب؟ ده انا عندي لعيب امبارح قدام سيراميكا جايب جون وهو عنده 18 سنه، ده اللي اتقال عليه شباب يا خالد غندور، ده اللي اتقال عليه شباب. في فيريرا امبارح طلع كشف الاكاذيب البيضاء اللي عماله تقول لك كسبنا الدوري بالشباب. في مكالمه مسربه، المكالمه دي فضيحة لابد من التحقيق فيها. معالي وزير الشباب والرياضة صباح او مساء الفل او غداء الفل، يعني على حسب ما يوصلك يا فندم، يعني ممكن تكون بتتغدى او اي حاجة او بتفطر تاخد اللانش بريك او البريك فاست بتاعك، فصباح الفل. معليك في اتحاد كورة عندك، في لاعبة كانت بتلعب في نادي الزمالك، اللعيبه دي بقالها سنه ما بتاخدش فلوس، فرفضت تجدد عقدها وقررت تمشي من النادي. حقها الطبيعي، حقها الطبيعي اللي بيكفله اللوائح والقوانين. تقوم البنت يتصل عليها رئيس اتحاد اللعبه بين قوسين الابيض ابو خطين حمر، ايه يا دعاء؟ مالك يا دعاء؟ في ايه؟ ايه اللي زعلك؟ ايه اللي خليك تسيب النادي بتاعك يا دعاء؟ ده نادي جميل وحلوه ولمساس واحتواء وبروتوكولات وارواح وحاجات جميله يا دعاء. ايه يا دعاء؟ دعاء في ايه يا دودو؟ ايه اللي مزعلك بس يا ماما؟ قالت له حضرتك احنا ما خدناش مستحقاتي بقالي سنه وعايزه يعني ده اكل عيش يعني. فقال لها خلاص بصي، انت حقك تفسخ العقد لانك بقالك سنه كامله ما بتاخديش ولا جنيه يا بنتي، وانا هفسخ لك العقد بس بشرط. ايه الشرط بقى يا باشا؟ لا اوعى اوعى يكون دماغك راح، لا لا هو راجل محترم، بس بشرط يا دعاء انك ما تروحيش النادي اللي اسمه النادي الاهلي. اه لان النادي الاهلي ده نادي بره مصر فاحنا ما بنحبش كده يا دعاء. يا نهار اسود، هو انت رئيس اتحاد لعبة ولا اراجوز ولا طرطور ولا اريال ولا ايه بالظبط؟ ولا ايه بالظبط؟ وترجع تقول لي اصل الاهلي نادي الدولة. فين نادي الدولة؟ لما رئيس اتحاد لعبة بيحارب النادي الاهلي بالشكل ده، بنت عايزة تمشي
والاهلي ما تدخلش في الموضوع لان عقدها ما خدتش ولا جنيه منه. فتروح حضرتك تقول لها ماشي يا بنتي انت زي بنتي هفسخ لك العقد عادي بس بشرط اوعي تروحي النادي الاهلي. هو انتوا ازاي كده؟ وزير الشباب والرياضه ايه رايك يا باشا؟ مبسوط؟ اتمنى انك يا رب تفضل مبسوط دايما. ايه رد عليك في موضوع كاس العالم للانديه اللي نجيبه في تاكسي للزمالك ولا ما ردوش؟ اه باذن الله هيردوا عليك، هيردوا عليك يا فندم ما تقلقش، بس انا حبيت بس اصبح عليك. تخيلوا المكالمه دي لو كانت العكس ما كناش خلصنا، ما كناش خلصنا. وعايز اقول لك ان رئيس اتحاد اللعبه دي عمل كل حاجه عشان النادي بتاعه في الرجال يكسب الدوري ويكسب الكاس، يكسب الدوري ويكسب الكاس، كل اللوائح تم التلاعب فيها. النادي بتاعه كان بيتداس عليه من وش من طوب الارض، كرويا كان بيتداس عليه من طوب الارض. جه قبل الموسم ما ينتهي باسبوع راح جاب 2 لعيبه محترفين، خد الدوري وخد الكاس، شكرا. ازاي؟ اللايحة عدد اتظبطت، اترمخت، خلاص. عايز اقول لك ان من ضمن الاكاذيب البيضاء ان شيكابالا اسطورة ورمز واحسن لاعب في تاريخ مصر. طبعا احنا يعني ما بنقللش من شيكابالا في الناحية الشخصية، لكن احنا بنتكلم كورة. عايز اقول لك شيكابالا خد مع الزمالك 4 دوري. يا اهلاوي اللي مش عاجبك شيكابالا واخد 4 دوري، بس تعال ما تزعلش اهدى، بس تعال اقول لك شيكابالا خد ال4 دوري كان عامل فيهم ايه؟ كان هداف، كان بيتشيتشي ولا اباتشي ولا ايه بالظبط؟ الدوري الاولاني اللي كسبه شيكا كان سنه 2003 2002 2003. الاباتشي الاحسن من ميسي ما جابش ولا جول. 2003 2004 برضه تمسك وصمم وحافظ على مستواه وما جابش ولا جول. ده مين يا اخوانا؟ ده اللي احسن من ميسي ورونالدو، ولولا الاهلاويه الحاقدين كان زمانه بيلعب في برشلونه دلوقتي. 2020 2021، السنه اللي فاتت اتطور شيكابالا وحسن من نفسه خلال 17 18 سنه وقدر يسجل اول اهدافه في الدوريات اللي بيكسبها الزمالك عشان يكون لاعب مؤثر. شيكابالا لاعب مؤثر، الجون بتاعه جاب دوري، ده وفقا لخيالات خالد صلعت. 2021 2022 اللي هو الموسم ده اتطور اكتر، الجون بقوا جونين. دمت اسطورة يا شيكابالا. تعال نروح لي احمد عبد القادر واهانات احمد عبد القادر. بصوا يا جماعة، من حق الجمهور انه ينتقد اللاعب كيفما شاء دون تجريح او اساءة للاهل. الاب والام دول في حتة تانية، ومفيش لاعب عنده كرامة يقبل ان اهله يتشتموا. بس في نفس الوقت وانت بترد يا احمد ما ينفعش ترد على جمهور النادي الاهلي مهما كان هم مين، لان في كل حاجه الحلو والوحش. بالمناسبه جمهور الاهلي هتلاقي فيه الحلو وفي الوحش، في اللي بيشتم بالاب والام وفي اللي بيمدح وبيغني زي جمهور الزمالك زي جمهور كل الكوره في العالم كله. لكن ما ينفعش يا احمد تشتم جمهور الاهلي وتقول عليه جمهور وسخ، او بعض من جمهور الاهلي وتقول عليه جمهور وسخ. حضرتك يا احمد يا عبد القادر انا بقول لك اهو، انا ضد شتيمه اللاعب بالاب والام، بس لما يبقى لاعب هرب قبل كده يا احمد يا عبد القادر اسمه لاعب هارب ورجعناه قلنا معلش عفى الله عما سلف، واللاعب ده يا احمد يا عبد القادر لسه ما عملش اي حاجه خالص للنادي ولا لنفسه ومستواه بقى تحت الارض، مستواك بقى تحت الارض يا حمادة. ولو مش ملاحظ مستواك خلي سانتي يعرفك مستواك عامل ازاي.
فتطلع تتكلم بالشكل ده وتقول على بعض من جمهور الاهلي اللي مش عاجبهم مستواك وساخة، عيب. اتعودنا دايما من لعيبة الاهلي المحترمين ان الرد بيكون في الملعب، الرد يكون في الملعب. يا ابو حميد، الاهلي جه في زمنه اساطير واساطير ونجوم، معلش يعني انت ما تجيش جنبهم حاجة، يعني عملوا ارقام وعملوا تاريخ للنادي الاهلي وجابوا بطولات للنادي الاهلي، انت ما جبتش حاجة لسه، انت ما عملتش حاجة، انت ما جبتش دوري حتى. النجوم دول يا احمد اللي زي ابو تريكا واللي زي بركات واللي زي الحضري واللي زي حماد النحاس واحمد فتحي، لما كان واحد بينخ كده بس في مستواه كان بيتسلخ، ما كانش حد فيهم بيقدر يفتح بقه للجمهور. لما كنا بنتعادل ماتش يا احمد ما كانوش بيعرفوا يوروا وشهم للجمهور، ما كانوش بيطلعوا بمنتهى البجاحه ويقولوا اصل جمهور وسخ، لا، كان عندهم دم، كان عندهم حميه يردوا بيها في الملعب. اتمنى من مدير الكوره المحترم يقفل على الهطل والهبل اللي حصل امبارح ده. ده لاعب مهما كان اسمه بيلعب في النادي الاهلي مش بيلعب في الشارع. اتمنى من الكابتن سيد انه يتدخل لعقوبة اللاعب وتأديب احمد عبد القادر على اهاناته لجمهور النادي الاهلي. شكرا لكم، سلام عليكم.